الحقيقة احنا بنتكلم عن الجمهورية الجديدة من أهم أهداف ومن أهم الاستراتيجيات اللي الجمهورية الجديدة مبنية عليها هي استراتيجية الاستثمار في البشر وتأهيل الكوادر. دي أهم خطوة في تقدم أي دولة، عشان كده في هذه الجمهورية الجديدة بكل تأكيد في اهتمام كبير جدا بتدريب الكوادر في المجالات، وخاصة في مجال الاتصالات والرقمنة. تركز الجمهورية الجديدة بشكل كبير على دعم وتأهيل الكوادر البشرية في كل المجالات، لذلك جاءت التوجيهات الرئاسية لوزارة الاتصالات بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل. وبذلت الحكومة خلال الفترة الماضية جهوداً ضخمة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تقوم على بناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال من خلال مضاعفة ميزانية بناء القدرات الرقمية 22 مرة خلال 3 سنوات، وذلك في ضوء الاهتمام بإعداد الكفاءات الرقمية لترتفع من 50 مليون جنيه بمستهدف تدريب 4000 شاب إلى 1.1 مليار جنيه، وذلك بمستهدف تدريب 200 ألف شاب خلال العام المالي الحالي 2021-2022 في مختلف علوم الاتصالات والتكنولوجيا. كما تم التشغيل التجريبي لاثنين من مراكز إبداع مصر الرقمية والتشغيل الفعلي لخمسة مراكز ليصل الإجمالي إلى 7 مراكز، فيما يجري العمل على إنشاء 9 آخرين بتكلفة إجمالية للمرحلتين تبلغ 1.5 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة تستهدف إنشاء مركز في كل محافظة بهدف إتاحة التدريب التقني ورعاية الإبداع بما تشمله من معسكرات العصف الذهني وحاضنات ومسرعات أعمال للشركات مع تدريب القائمين على هذه الشركات.